الذي لاحظنا كيف تم استنساخه ونقله إلى. إحنا كنعرفوا بأنه المدرسة المغربية والجامعة المغربية العمومية أعطت أطور كثيرة لهذا البلاد ولا زالت، والمستوى ديالها رفيع والأساتذة متميزين. ما يمكنش بأي شكل من الأشكال نساهموا في التفاهة والتدفئة. بحال البارح الدراري ديال المير لفت مشاو غرقوا في قوارب الموت، وقبل منهم الدراري ديال تادلاود. علاش؟ راه دابا المغاربة غيبقاو عاوتاني يشوفوا قوارب الموت، لأن شافوا الفريق الوطني غير خرج من هنا تحت السيطرة والضغط والمصائب الكحلة، مشى تما ولا وصل للعالمية. كيقولوا حتى حنا نوصل للعالمية، لا تنعرف واحد العدد ديال الأطفال مشاو من أحياء شعبية في الدار البيضاء، اليوم عندهم وحدات بحث في العالم كله، ومكرمين معززين. علاش حنا هنايا كنسحقوا الناس اللي هما نزهاء، وكنطحنوا الناس اللي هما فقراء، وكنكرموا انتهازيين.